استطاعت فرض نفسها كواحدة من أبرز القطاعات في النسيج الصناعي، فعلى الرغم من كونها نشاطاً جديداً نسبياً في الجزائر، أضحى لصناعة الإسمنت وزناً ثقيلاً إفريقياً بفضل مصانعها الحديثة والتي مكنتها من التحول من بلد مستورد إلى بلد مصدر خلال فترة وجيزة. فإنتاج الإسمنت انتقل من 25 مليون طن سنة 2017 إلى 29.5 مليون طن سنة 2018، ومن المرتقب أن يتجاوز 40 مليون طن سنة 2020 بمساهمة عديد المتعاملين العموميين والخواص. في سنة 2010 كان حجم الاستيراد من هذه المادة حوالي 220 مليون دولار، ليرتفع في سنة 2014 إلى حدود 520 مليون دولار، وبدأ هذا الرقم في التراجع مع بداية إنجاز عدة مشاريع استثمارية في هذا القطاع. الطاقة الإنتاجية نهاية 2020 مع دخول كل هذه المصانع حيز الخدمة حوالي 40 مليون طن. مشاريع استثمارية في المجال سمحت برفع عدد مصانع الإسمنت من 3 مصانع عند الاستقلال إلى 17 مصنعاً موزعين عبر التراب الوطني، وفرضت نفسها كواحدة من أساسيات المشهد الصناعي. فبعد أن تمكنت من تلبية كافة الاحتياجات الوطنية من هذه المادة بفضل الاستثمارات الضخمة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرز الناشطين في هذا المجال المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا الذي يحتل ريادة هذه الصناعة في الجزائر بإنتاج حوالي 14 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل 60% من الإنتاج الوطني. الهدف بلوغ طاقة إنتاج سنوية تقدر بـ20 مليون طن بحلول 2020 من خلال برامج توسعة المصانع الحالية وإنشاء أخرى، أهمها مشروعين لإنجاز مصنعين جديدين بأم بواقي وبشار. وتأتي في المرتبة الثانية لافارج التي تنتج أكثر من 8 ملايين طن سنوياً متبوعاً بمتعاملين جزائريين من الخواص. ومن المنتظر أن يستمر هذا النسق التصاعدي للإنتاج في السنوات المقبلة بعد دخول مشاريع أخرى عمومية وخاصة حيز الخدمة. ابتداء من سنة 2018 هناك نستطيع القول أنه اكتفاء تام، وهناك كمية نستطيع القول فائضة تقدر بحوالي من 2-3 مليون طن إذا اشتغلت المصانع هذه كل طاقتها الكاملة. معطيات أخرى جعلت من قاطرة صناعة الإسمنت بالجزائر تتحرك، والنتيجة كانت تحقيق أولى عملية تصدير للإسمنت سنة 2017، المكان ميناء أرزيو بوهران، الشحنة 16 ألف طن من الإسمنت الرمادي الوجهة غامبيا. مسار لم يتوقف هنا، وإنما عزز بعملية أخرى من مجمع جيكا وبكميات مضاعفة. صدرنا حوالي 270 ألف طن بين الإسمنت والكلينكر. الكلينكر هي مادة أساسية في صناعة الإسمنت. لحقنا 270 ألف طن، وفي السنة المقبلة 2019 راح نعملوا صدير. هدف تاعنا سي تصدير كمية أكبر، نروحوا حتى بلك مليون و200 بين مليون و200 ومليون و500 ألف طن. وضع استراتيجيات محكمة وآليات تصدير مضبوطة هو ما يدعو إليه الناشطون في المجال، خصوصاً وأن السوق العالمي للإسمنت يعرف منافسة قوية. بلدان غرب إفريقيا باش تقتحميهم هادو وباش تستفادي من مزايا تاع هذا التجمع الإقليمي، مزايا من عدم دفع رسوم جمركيه الى اخره، يلزم المنتوج يكون مصنوع في هذه المنطقه. كيفاش نديروا؟ حنا نصدروا الماده خام اون بروت اون براك، ونروحوا لهيك نديروا مصانع للكونديسيونمون باش نديروا مصنع مشترك
في اطار شراكه مع في احد البلدان تاع المجمع الغربي افريقيا هادو اللي يسمح لنا باش نعلب ونديروا الكونديسيون تاع الاسمنت التم ونبيعوه في كل منطقه تاع 15 بلد بدون بالاستفاده من هذه الرسوم من هذه المزايا. عديد المشاكل تواجه عملية التصدير ولعل أبرزها أسعار النقل، لذا وجب مراجعتها حسب الفاعلين في القطاع. في النقل البري يسقم كيش يقولوا سي غالي، صدير غالي، لازم نعاودوا نشوفوا هاد لي بري كاين واسمو السعر تاع كيش يقولوا لاكوستاج تاع الباخره سي غالي. احنا في الجزائر كاين موانئ في اوروبا واحد انتير واحد على ثلاثة من السعر تاعنا، هذا كامل عوامل تجعل واسمو كيش يقولوا الزبون يقول كان نروح لجهة واحد اخرى. الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير يقودنا للحديث عن أسعار هذه المادة التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في الأسواق في السنوات الأخيرة، فكيف هو واقعها اليوم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل كانت لنا جولة إلى محلات بيع هذه الأخيرة للوقوف على الأسعار. كان دير 85 90 لشكارة، دركي راه يدير 50,000 45,000 وما كاش طالب، والسلعة تنوعت. كانت عندنا غير الشامل ومتين درك راه كاينه اوتيات كاينه لغواطيه سيما كاينه والطلب ما كانش. توفير ماده الاسمنت في السوق الجزائريه بالكميات والجوده اللازمه سمح للجزائر بتجسيد مختلف مشاريع البناء والهياكل القاعديه في الاجال المحدده، ويعول عليه مستقبلا لبناء اقتصاد تتعدد فيه مصادر الدخل من العمله الصعبه.